هو طبعا معروف ان في مصر والوطن العربي مهنة الوكالة دي للرجالة بس. بس هو كانت مقلقة في البداية، لان كانت ناس كتير قوي ما بتبقاش واثقة في ان انا هدي شغل. يعني في ناس كانت فاكراني في البداية بهزر، بس انا شايفة ان مفيش حاجة اسمها بنت وولد. طالما انا بدي نفس اللي الراجل هيقدر يقدمه يبقى لازم اشتغل وابقى احسن اكيد. يعني الموقف اللي حصل ان اسم نور ينفع ولد وبنت، وانا كنت واخده في نادي فلاني معروف في مصر لاعب كان هما طالبينه، ودخلت بيه. بالفعل اول ما دخلت فبيقول لي ايه ده، هو انت نور؟ فبقول له اه. فبقول له ايه ده، انا كنت فاكر ان نور دي ولد. قلت له لا، ولد او بنت يعني حاجه مش مهمه، المهم ان ده اللاعب اللي انت عايزه. بس اصعب صفقه عملتها كانت محمد علي جويني، كانت صعبه جدا لان كان في اكتر من يعني نص وكالة مصر متكلمين عليه، وهو كان الولد معايا. هما كانوا بيتكلموا عليه وفاكرينه في تونس، وهو اصلا كنت انا جبته هنا في مصر وكان قاعد كده جنبي والناس بتكلمه، اللي هو انا في تونس وانا ساعتها كنت بخلصه يعني. وصعبه لان انا كنت خلاص هو اصلا نازل على نادي هنا في مصر، بس حصل تاتش في بنود العقد فقعد شويه، بعد كده وديته نادي تاني. فكانت الصفقه تقيله شويه على القلب يعني. هو كوني ست بيعملي صعوبات في شغلي، هو مش بيعملي صعوبات في شغلي، هو للأسف عشان المجتمع الشرقي شايف ان الست شوية صعب تكون بتقود شيء. يعني ده بيكون ايه يعني، لما بدخل مثلا في البداية طبعا بدخل وبقول انا عايزة كذا وكذا، فالناس ما بت يعني ما بتبقاش فاهمة ان ده بيزنس. لا، هما بيفهموا ان هي بنت وازاي وصغيرة، لكن بالعكس انا شايفة ان الست او المرأة او البنت عامة نجحت في حاجات كتير قوي على مر السنين يعني. فبسيطة ان هي تبقى بعد كده. بالفعل اصلا اغلبية الدول بره فيها وكلاء كبار كتير بنات، يعني مش انا لوحدي. كست تعاملاتي بعيدا عن الراجل اسهل او لا، انا شايفة ان هي ملهاش علاقة بست او راجل، ليها علاقة بانا بقدم ايه للنادي مش اكتر. انا لو داخلة انا وراجل وانا الكواليتي بتاعتي في اللاعب احسن منه هياخدوه، والعكس صحيح. هو الحقيقة دوري مع اللاعب اللي مش ملتزم او بيسهر او بيطلع، هو انا بقدم النصيحة. يعني انا بقدم النصيحة مرة واتنين بس، لو التالتة عملها تاني انا بحط اكس، لان انا مش مستعدية ان يجي لاعب مهما كان هو مين يلعب لي في سمعتي، لان اهم حاجة ورقم واحد هي بالنسبة لي سمعتي. بالفعل في لاعب هنا في مصر عمل الموضوع ده، حطيت عليه اكس رغم انه كان اكبر لاعب عندي، كنت بخلصه في حاجة كبيرة جدا كمان، بس لقيت الموضوع هيأثر على سمعتي وانا اهم حاجة عندي سمعة، فما اقدرش اتنازل بصراحة.